بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن سيدنا وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. أما بعد، نكمل قراءة مع تعليق حول موضوع الرسالة القشيرية للإمام القشيري رحمه الله تعالى، وهي رسالة وضعت لبيان حدود ما تعلق بالتصوف من أحوال ومقامات وترقيات، مع ذكر أخبار المتصوفين الذين تحققوا بالحقائق وتسرعوا بالظاهر بالشريعة، ووقر الإيمان حيث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي اصطفاه سبحانه وتعالى من خلقه، فجعله على رؤوس الأشهاد سيدا ومختارا ونبيا ورسولا. بل هو لم يكن نبي لأمته وحدها، بل هو نبي للأنبياء أيضا، حيث أن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد والإقرار من جميع الأنبياء، ولم يأتي نبي إلا وأخبر بأخباره صلى الله عليه وآله وسلم. فما كان الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا تقدمة لظهوره صلى الله عليه وآله وسلم، فهم منه وإليه. من اندرجت النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه صلى الله عليه وآله وسلم. وأمينه المجتبى، والمجتبى يعني برضو المختار، والمختار فيه الاصطفاء مع زيادة، كأنه مختار من المصطفين، لأن جميع الأنبياء من المصطفين، والنبي اختير من وسطهم، والله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فالاجتباء من الله محض فضل، والإنابة من العبد إلى الله. فالاجتباء من جهة الله، والإنابة من جهة العبد. وأمينه المجتبى ورسوله المبعوث إلى كافة الورى. كافة الورى، الورى اللي هم كل العوالم العاقلة، كل العوالم العاقلة، والعاقل في العوالم هم الإنس والجن والملائكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل لجميع الورى، حتى أنه أرسل للملائكة. هل إرسال تشريف أم تكليف؟ اختلف العلماء في إرساله للملائكة، هل هو تكليف أم تشريف؟ أغلب العلماء على أنه تشريف، وبعض العلماء على أنه تكليف، ورجح السيد عبد الله الصديق الغماري أنه تكليف أيضا للملائكة وليس تشريف، لأن الملائكة مكلفون بحضور الصلوات، ومكلفون بالجهاد مع المؤمنين، ومكلفون بتدوين أعمال العباد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرهم في القرآن: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فدل على أنهم كانوا مكلفين بالشرع الشريف، لكن يفعلوا من الشرع ما يليق بمقامهم،
فهم مثلا لا يوصفوا بالذكورة ولا بالأنوثة، فغير مكلفين مثلا بغسل الجناب، وهم طاهرين من الأحداث فغير مكلفين بالوضوء وغير ذلك مما يتعلق بالإنس والجن، لأنهم يوصفون بالذكورة والأنوثة. فالملائكة لا توصف بالذكورة والأنوثة، ومن وصفهم بالذكورة فقد فسق، ومن وصفهم بالأنوثة فقد كفر. وإرساله للإنس والجن معلوم. والجهاد في سبيل الله وحفظ المؤمنين له معقبات من بين يديه، ومنهم مكلف بتفقد مجالس الذكر، ومنهم مكلف بانه يحضر حول قبور الاولياء والصالحين لقضاء حوائج الزائرين والدعاء لهم، ومنهم المكلف بانه يمكث في المسجد، كل من يمكث في المسجد غير محدث يدعو له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وهكذا. فكل مكلف بوظيفة معينة، ومنهم من يحضر صلاة الفجر الى صلاة العصر، ومنهم من يحضر من صلاة العصر الى صلاة الفجر، يتعاقبون فيكم ملائكة، وهكذا. فهم مكلفون في احوال كثيرة متعلقة بأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم المكلف بتفقد من يصلي على النبي بس، متخصص في هذا، ويبلغ النبي فلان ابن فلان من أمتك يصلي عليه حيثما أنت في أي مكان. فهم مكلفون بأشياء كثيرة، ومنهم من يحيط حول قبره الشريف صلى الله عليه وسلم، لا يفارق القبر حتى يعني يؤمنوا على دعاء الزائرين ويدونوا الزائرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلشان كده تجد بركة كبيرة عند زيارة النبي، لا يوجد إنسان زار النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفي ذكراه دعوة استجيبت ويجدها واقعة وحاضرة. نعم تفضل. الحاجة دي بنجدها موجودة في القرآن وليها مثلا دلائل من السنة. نعم. لكن في حتة مش حضرتك قلت ان الملائكة تحيط قبور الأنبياء، لأن الآن طبعا 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 لقضاء حوائج الناس، ما هو ربنا سبحانه وتعالى الوقت أما بيقضي حوائج الناس، بيقضي حوائج الناس عن طريق ملائكة. في ملائكة موكلة بالسحاب، وملائكة موكلة بالريح، ملائكة موكلة بالأرزاق، ملائكة موكلة بوصول الإمداد وحصول الإسعاد للناس، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتعبد الناس بالوسائط، ولم يرد أن يتعبد الناس بغير وسائط. دي إرادته سبحانه وتعالى، فلا يسأل عما يفعل. وبالرغم أنه أراد ذلك، حتى أنه أراد منك أن تتقرب إليه أيضا بالوسائط، في حين أنه هو الذي اصطفاك أصلا، وهو الذي هداك أصلا. لولا أن هداك الله ما اهتديت، ولولا أن علمك ما علمت وما علمت، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل تعليمك بالوسائط، فيجعل لك الأستاذ والشيخ وهكذا، في حين أنه اللي بيعلمك. وأراد أن يشفيك من الأمراض، فيجعل لك الدواء والطبيب وغير ذلك، في حين أنه اللي بيشفيك، لا الطبيب ولا الدواء. وأراد أن يرزقك، ولكن جعلك تسعى في الأرض، ولكن لا ترزق بسعيك، ولكن أنت متعبد بالسعي فقط، ومتعبد بالأخذ بالأسباب فقط، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتعامل معنا بالوسائط وهي الأسباب. فمن ضمن هذه الأسباب أن جعل الملائكة وسائط لحصول الخير، وحصول الإسعاد لأهل السعادة، وحصول الشقاء لأهل الشقاوة. ففي من الملائكة من يعذب بهم الكفرة. سيدنا جبريل مثلا نزل على قرى قوم لوط وهدمها وغير ذلك معلوم. وفي حتى أعوان سيدنا مالك وهو خازن النار، له أعوان من الملائكة يعذبون أهل النار. وربنا قادر أن يعذبهم بغير ملائكة، بغير أحد، قادر سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يوسط الوسائط حتى يبين انتظام الأكوان سبحانه وتعالى،
وحتى لا يتعلق قلب المؤمن الا بالله ولا يتعلق قلب الكافر الا بالواسطة، فيحجب من حجب ويكشف لمن كشف. فإرادة الله سبحانه وتعالى لانه اراد ان يكون هناك فريق محجوب وفريق مكشوف له، فلما اراد ان يكون هناك فريق محجوب وفريق مكشوف جعل الوسائط. هل تخترق انت الوسائط فلا ترى الا الله فاعلا، ام لا ترى الا الوسائط؟ فمن يرى الله فاعلا في الوسائط اخذ بالوسائط تعبدا وتوكل على الله بقلبه. ادي المعنى. فكذلك الاولياء، الاولياء ربنا سبحانه وتعالى يمدهم بمدده، فهل بعد وفاتهم استغنوا عن مدد الله؟ ما زالوا عباد لله، ما زالوا مفتقرين، ما زالوا محتاجين. ويعلم المؤمنون جميعا ان الموت ما هو الا ترق، وما عند الله خير للابرار، فلا يسلب الولي مدده بعد وفاته، بل يستمر المدد اعلى بعد وفاته لانه ترقى، لهم ما يشاؤون عند ربه. دي امور واضحه. فطالما هم كان يمدهم الله بمدده في حال حياتهم وازداد المدد بعد وفاتهم، فما زالت الملائكه المسؤوله عن ايصال الامداد لهم وحصول الاسعاد لهم ولمن احبهم مستمرين. وعلشان كده الحكايه دي واضحه بالدليل العقلي والدليل النقلي وبالتجربة والواقع. مفيش انسان يروح يزور الاولياء دي الا ويحصل له نوع من السعادة ونوع من الراحة ونوع من قبول الدعاء. فالواقع اثبت ذلك على مر العصور. يعني نحن ولدنا قبل ان نطلب العلم وجدنا ابائنا واجدادنا بيحبوا يزوروا الاولياء، لحد ما طلع لنا الجماعة بتوع اليومين دول اللي بقالهم يدوب 200 سنة في تاريخ الاسلام، بس هم اللي قطعوا علاقة الناس وقالوا ماتوا خلاص وانقطع مش عارف ايه الكلام بتاعهم بقى. الهبهب، الهبهب اللي بيقولها دي ولا دليل له، واخد كل دي هبهب وكل دي يعني قلضانه وبلضانه ولماض وحنشاط، سميها زي ما تسميها بقى، لكنها لا دليل له. الذي يأس من الميتين هم الكفار، كما يأس الكفار من اصحاب القبور. اما المؤمنون فيعلمون ان الموت ما هو الا انتقال وترقي وراحة واستمرار الامداد واستمرار الاسعاد، بل ان الصحابة كانوا يسعدون وهم على فراش الموت لانهم غدا يلقون الاحبة. انما الكفار هم دول اللي ماسكين في الدنيا عضين فيها زي الكلاب كده عضين في العظمة، وفاهمين ان هو الموت نهاية. لا، ده احنا عندنا الموت بداية والموت انتباه. الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، والرسول صلى الله عليه وسلم لعلمه ذلك اختار الرفيق الأعلى. لو كان النبي يعلم أن وجوده في حال الدنيا أكثر مصلحة لأمته من وجوده في قبره وانتقاله للرفيق الأعلى لاختار وجوده، وقد خير فاختار. والنبي لا يختار الأدنى أبدا وهو أعلم الخلق، بل اختار الأعلى له ولأمته صلى الله عليه وسلم. فعلمنا ان حال الانسان في قبره اعلى، وما عند الله خير للابرار. سيدنا عبد الله بن مسعود كان يعلم ذلك وقال، قال الموت خير للمؤمن وللكافر، ومن لم يصدق فليقرا، وما عند الله خير للابرار، هذا للمؤمن وللكافر. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. فيبقى الكافر لما يموت يبقى اقل شره، يبقى برضه مصلحة لي، لأنه خيركم من طال عمره وحسن عمله، وبرضه شركم من طال عمره وساء عمله، بدليل المخالفة. فيبقى الكافر الموت بالنسبة له برضه مصلحة. حتى الناس يقول لك إيه؟ نوم الظالم عباد، لأنه أثناء ما هو نايم مش هيعفي في الأرض فساد، والموت هو النومة الكبرى. واخد بالك؟ فدل ذلك كله على إن حتى كلام الناس العوام مبني على اصول عقائديه ترسخت في نفوسهم على مر العصور، لان الاسلام قديم. احنا رابعنا الاسلام مع لبن امنا، رابعنا الاسلام واحنا لسه اجنا في بطون امهاتنا. فتلاقي العيل من دول يتولد كده ويقول كلام عمي صحيح، لكن تجد ان هو صحيح المعنى بدون ما تشعر. الناس العوام يقول لك يا بختنا بالنبي، فعلا يا بختنا بالنبي،
لان ربنا بيقول وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربي. ومين اللي هو قدم صدق؟ النبي. يمكن العام اللي بيقول يا بختنا بالنبي ما يعرفش الايه، لكن هو بيقولها وصادق وفاهم انه فعلا يا بختنا ان ربنا جعلنا اتباع للنبي. يعني عندك بوش اهو قاعد في البيت الابيض بيركع في عشرات الحجرات اللي هي مفروشه بافخر الثياب، ولكن محروم من نعمه اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وكفى بها نعم. يبقى احنا اقل واحد فينا ماشي في الشارع يمكن معهوش حاجه يغطي جسده بيقولها انعم وهو منعم عن بوش ده اللي قاعد في البيت الابيض، ومتصور ان هو يعني في يده مقادير الشعوب، وهو تصور وهم فقط، مجرد وهم. نملي لهم واملي لهم ان كيدي متين. خدت بالك ازاي؟ بس سهله. يعني انا كل الكلام ده مش مهم تفهم كل حاجه النهارده، عايزين نخلص المقدمه. ها؟ مكلفون بما يناسبهم من الشرع الشريف. ما هو اصل ما امرهم، هو مش الامر تكليف؟ طب ما هي الايه فيها دليل التكليف. مش الامر للتكليف؟ يعني ربنا ما يامر يبقى مكلف. لا يعصون الله ما امرهم ولا ويفعلون ما يؤمرون. خدت بالك؟ لا يعصون الله ما امرهم، يعني لا يعصون يعني معصومون، ما امرهم يعني مكلفون. مش كده برضه؟ ما هو الانبياء مكلفون ولا مش مكلفون ومعصومون؟ يبقى الملائكه الانبياء فيهم من الملائكه، واخد بالك ازاي؟ العصمه والتكليف بس. لكن على اي حال اللي يقول ان هو ارسال تشريف برضه صح، لان كثير من العلماء الاكابر قالوا ان هو ارسال النبي للملائكه ارسال تشريف ولا تكليف، اما تكليفهم فمن الله مباشره بغير رسول. خدت بالك ازاي؟ ده راي العلماء، ولكن النبي ارسل اليهم ارسال تشريف لا تكليف. لكن نحن نرجح والله اعلم ان مش نحن اللي هو انا يعني انا ومشايخي اللي خدت عنهم زي السيد عبد الله الصديق الغماري كان يرجح ذلك، وانا اقتنعت الحقيقه برايي لما ابتدينا ننظر في الادله وجدنا ان رايه وجيه برضه، وان كان لا ما ينبنيش عليه ثمر، لكن ينبني عليه ثمره عاليه للملائكه. ان الملائكه لو كانوا مكلفون بالشرع الشريف يبقى الثواب الذي ينبني على هذا اعلى، مش على سبيل الاستحباب، يبقى سبيل الوجوب. انت تعرف ان لما تفعل الشيء على انه واجب يكون ثوابه اعلى كثيرا مما تفعله وانت تظن انه سنه. وعلى شك كده حتى لما تيجي تصلي وانت بتعمل الركن وعارف انه ركن بتاخد ثواب الركن، لما تعمل الركن متصور انه سنه ربك ما يديكش عليه ثواب الركن. خدت بالك؟ فعلشان كده العالم بدرجات التكليف عبادته اعلى. واخد بالك ازاي؟ ممكن ربنا يثيبهم بس مش شرط بالجنه. ربنا سبحانه وتعالى ينعمهم بنعيم اخر يناسبهم. واخد بالك؟ كل ده شيء وارد ما يدرش. ما ربنا حذرهم، لكن هم الحمد لله ربنا حفظهم من ان يستوجبوا العقاب بحفظ الله. لأن ربنا حفظهم بالعصمة بس. لكن لو خرجوا قادر أن يعذبهم، لا يسأل عما يفعل. المشكلة يعني هل يعجزه الله؟ لا. بس فهي دي المسألة. وفي بعض الأخبار وإن كانت ضعيفة ما نحبش نقولها، اللي هي هاروت وماروت قالوا إن هم كانوا ملائكة وطلبوا واختاروا إن يبقى ليهم الشهوة، واخد بالك إزاي؟ فوقعت فيهم الشهوة فعصوا الله، فربنا مساقهم الى نجوم، وان كان هذا الخبر ضعيف ونحن لا نعتقله، واخد بالك؟ لكن يعني قيل. لكن على اي حال يجوز عقلا، يجوز عقلا ان الملك لو عصى ان ربنا يعاقبه، ايه المشكله؟ لكن الملائكه محفوظه بحفظ الله ورسوله المبعوث الى كافه الورى. وزي ما قلت لك نبينا افضل للخلق اجمعين، لو لم يكن نبينا افضل الورى ما اما في ارض ولا اما في سماء. سهله دي. دليل حلو. لما يجي حد يسالك ايه دليلك على ان النبي افضل الورى؟ تقول له ما اما في ارض وما اما في سماء. لو لم يكن افضل الورى ما اما في ارض اما الانبياء جميعا.
في الإسراء والمعراج وهم أفضل الخلق وهو إمامهم يبقى أفضلهم، وما أما في السماء تقدم على سيدنا جبريل وهو أفضل الملائكة فيبقى صار أفضل الوصف. فالحكاية صلى الله عليه وعلى آله، صلى الله عليه هذا اسلوب خبر لانه فعل ماضي، صلى اسلوب خبر ويراد به الانشاء، يعني اي اطلب الصلاة عليه، يبقى هو اسلوب خبري لفظا انشائي معنى، كأنه يصلي عليه يطلب الصلاة عليه. صلى الله عليه وعلى آله، وآله إذا أطلقت في الدعاء أو في الصلاة تقصد بها الأمة كلها، لأن آل محمد كل تقي، والتقوى انحصرت في أمة النبي، يبقى إيه؟ يبقى أمة النبي هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى إذا قلنا آله في الدعاء يقصد الأمة كلها. وشكر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف نصلي عليك يا رسول الله وقد علمنا السلام في التشهد، قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما قالش وصحابته والتابعين وآله، لأن ما قال آله يدخل الصحابة والتابعين واللي ما اتولدش لسه لحد يوم القيامة، فيبقى يدخل الكل. يبقى إذا جاء الآل في صيغة الدعاء يقصد أمة النبي كلها. وإذا قيل الآل في باب الزكاة يقصد القرابة المحرم عليهم الزكاة. يبقى لما تيجي تقرا الآل في باب الزكاة غير الآل في باب الدعاء. لو جمع معه الصحابة افترقوا في المعنى، فخرج الصحابة من الآل على سبيل ان الواو للعطف، يبقى خرج من الآل الصحابة وبقي القرابة. وعلشان كده اما تيجي تصلي على النبي تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، أقل من لو قلت اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسكت. لو قلت وآله دخل الصحابة والتابعين ودخلنا احنا معاهم وولاد ولادنا لحد يوم القيامة، واللي هيسلم في أي وقت كله يدخل، يبقى وسعته. لما تقول وصحبه تبقى ضيقته على سبيل إن الواو للعطف، خدت بالك؟ لأن خليت إن الآل هنا للقرابة فقط، القرابة النسبية، لأن خد بالك النبي له قرابة روحانية وقرابة نسبية. القرابة النسب اللي هي القرابة اللي بالولادة، والقرابة الروحانية فالنبي صلى الله عليه وسلم له صلة روحانية بجميع الأتقياء، فما من تقي إلا وفيه مدد من روح النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا هذا المدد من النبي ما كان فيه تقي، وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من البحر أو غرفا من الدين. فبالنظر للحقيقة المحمدية وهي مراد الله من خلقه، فتجد أن كل تقي مندرج تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، مهما اختلف في الجنس واللون والعصر واللون. ولكن لما نقول الآل بمعنى النسب، القرابة النسبية، يبقى هم القرابة اللي محرم عليهم الزكاة. فلو قلنا آله وصحبه إذا اجتمع افترق، يعني إذا اجتمع افترق معنا، وإذا افترق اجتمع. لما تقول اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسكت افترقه، ما قلتش وصح، يبقى اجتمع الصحابة معنا. وإذا اجتمع افترق، ففي حاجات كتيرة كده، إذا اجتمع افترق معنا، وإذا افترق اجتمع معنا، زي الفقراء والمساكين. أما نقول الزكاة للفقراء وسكتنا دخل المسكين، ولو قلنا الفقراء الزكاة للفقراء والمساكين اجتمعهم يبقى افترق معنا. ثم تيجي تسأل ايه الفرق بين الفقير والمسكين، يبقى في فرق، لان ما مش هعطف الا على ايه، على المخالف اللي هو او المباين. لكن في قول ثاني يقول لك لا، انت ما تقول اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه ان الواو ليست للعطف، ده للتخصيص، يعني واخص من بين الآل الصحب لمزيد العناية، يبقى هنا ده رأي جميل برضه، واخد بالك ازاي؟ من باب التخصيص اللي هو عطف الخاص على العام، مش من باب عطف المغايرة، لان العطف قد يكون للمغايرة وقد يكون للتخصيص. فلما تيجي انت تصلي على النبي وتضيف الصح تبقى في بالك التخصيص،
واخد بالك؟ لو في بالك المغايرة يبقى ضيقت، لو في بالك التخصيص تبقى وسع. فيا اما تسكت ما تجيبش سيرة الصحب لانهم دخلوا في الآل، يا اما تقتل التخصيص يعني واخص الصحب بمزيد عناية من بين الامة، لانهم النبي صلى الله عليه وسلم اوصانا بهم صلى الله عليه واله وسلم. يبقى ده معنى وده معنى. وازواجه امهاتهم. طب هو وهو اب لهم. يبقى هو يبقى اب. ايوه ما هو اب لهم. ايوه خلاص هي أيوة الحكايه سهله. ايوه. نعم. ليه المفسدة؟ ما انت طول عمرك قاعد متعبد مع الله بالوسائط، ايه المفسدة اللي جارت لك؟ انت دلوقتي بتصلي، بتصلي ليه؟ بتصلي ليه؟ تعبدا، لان مش هتدخل الجنة بصلاة. لن يدخل احد الجنة الا بعمل. يبقى الصلاة دي ما هي الا واسطة لتحصيل رضا الله الذي هو سبب لوصول الجنة لا الصلاة. بس. فربنا سبحانه الشرع ما هو الا واسطه للوصول الى رضا الله، كل الشرع الشريف. وعشان كده الذي انكر الوسائط انكر الشرائع فتزندق. انكار الوسائط يؤدي الى انكار الشرائع ويؤدي الى الزندقه. فهمت ازاي؟ لان الشرع ما هو الا واسطه للوصول الى رضا الله اصلا، كل الشرع الشريف كده. وفي حين انك انت لا تصل للجنه الا برحمه الله. ولا انت يا رسول الله يعني مش بيقولوا له كده سالوا النبي؟ نعم. يعني بيقول لا يدخل احد الجنه بعملي، قالوا حتى انت يا رسول الله، لان عمل امته كلها في ميزاني. واخد بالك؟ فيقولوا حتى انت يا رسول الله، قال حتى ان الا ان يتغمدني الله برحمته. يبقى الشرع الشريف ده كله قائم على الوسائط. وابتغوا اليه الوسيله. ما هي دي الواسطة، الوسيلة هي الواسطة. انت سميها اي اسم، المسمى الاسم مش مشكل، المهم المسمى. فهمت ازاي؟ تسميها واسطة، تسميها وسيلة، تسميها سبب. واخد بالك؟ تسميها تكليف، سميها اللي تسميها، لكن هي معنى واحد. لولا الواسطة لذهب الموصول. لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصول. الله هو الهادي، وجعل النبي واسطة الهداية، فلولا النبي لذهب الموصول وهو الهداية. الله. فهمت المعنى؟ الله رازق والنبي قاسم، انما انا قاسم والله معطي، فلولا قسم النبي ما وصل الرزق. بس حكاية سهلة. فهمت؟ فهمت كلام سيدي ابن بشيش اللي بيقول ايه؟ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوت. ادي كلام سيدي ابن بشيش في صلاة البشيشية. فهمت ازاي؟ ادي معنى كلامه. يعني لولا ان النبي ارسل بالهداية لذهبت الهداية، فصار النبي واسطة الهداية. واخد بالك ازاي؟ ادي الحكاية. انا مالي، ما هو ده المفهوم البشري، وانا بقول لك مفهوم الملائكة. يا سيدي ما هو ده المفهوم البشري. انت صلح المفهوم اللي عندك. اصل هقول لك حاجه، الناس يقول لك كوسه يا عم. كوسه ما هي واسطه بس. ايه يعني كوسه؟ كوسه ما هو الكوسه ما بتروحش الا للمستحق برضه. اسمعني بس يا عم، الرشوه حرام، الرشوه حرام. انما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما يقف كده يوم القيامه ويختار فاعلي الكبائر ويصلحهم من وسط اهل المعاصي ويدافع عنهم، حد يقدر يقول في الموقف ده كوسه يا عم؟ الله، ما تقول لي بقى. يا سيدي هو ربنا من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، ربنا اللي بيأذن، وربنا اراد ان يبين مقام النبي بس. لكن هو ربنا اذن لهؤلاء الناس ان ياخذهم كده من حضيض المعصيه للجنه، علشان اهل الطاعات ما يغتروش ويفتكروا ان هم دخلوا الطاعات. ده ولي. هو انت ممكن تيجي تدخل الجنة تلاقي واحد داخل في كتفك كان قاعد في الخمار وانت قاعد في الأرض، لا يسأل عما يفعل، غفر له يا اخي، جمالك غفر له. الله، حاجة غريبة هي. هتزقه كده تقول له الدنيا ضيقة جوه، ايه اللي جايبك؟ انت كنت قاعد في الخمارة.
انت مالك مات على التوحيد وربنا تابع عليه والرسول شفع فيه هتقول له كوسه يا عم انت مالك انت مالك. شوف هقول لك حاجه. ربك سبحانه وتعالى حتى في جميع انحاء العالم في الوظائف العاديه يقول لك في حاجه اسمها ايه؟ خطاب توصيه. خطاب توصيه مع مسوغات التعيين في اي حته في العالم لازم يبقى في خطاب توصيه. انت اتعلمت فين ومشايخك فين وخبراتك ايه واخد بالك ازاي؟ اللي هو يسموها سي في. واخد بالك؟ وفي حاجه اسمها ريكومنديشن ليتر. يعني يقول لك انت جاي من طرف مين؟ طب انا هقول لك حاجه، انا مثلا عندي في المستشفى بيجي لي النايب عايز يشتغل جراحه. بعد سنتين ثلاثه بيشتغل جراحه، اول سؤال بساله انت اشتغلت مع مين قبل كده يا ابني؟ واخد بالك ازاي؟ علشان من خلال اللي كان ماشي معاه بعرف مستواه. ادي كل الحكايه. فانت بتيجي يوم القيامه انت كنت ماشي مع مين يا راجل؟ انت مع النبي. خلاص بقى ما حدش هيسالك عن عملك الباقي. انا كنت ماشي مع النبي. لكن تعالى البوش كده اساله انت كنت ماشي مع مين؟ مع اليهود. هيقول ها ها، مش هيقول حاجه خالص، مش هيكنش ماشي مع حد خالص، ده ماشي مع هواه وشيطان. فهمت ازاي؟ ده في فرق كبير بقى بين العاصي اللي ماشي مع النبي وهو عاصي كده بسبب نقصه البشري، وبين واحد تاني عاصي صحيح بس مش ماشي مع النبي. في فرق كبير ولا لا؟ ربنا اراد بقى ان اللي ماشي مع النبي ده بالرغم معصيته الظاهره، بالرغم ان الاثنين في الظاهر هم عاصي في الظاهر، لكن ربنا سبحانه وتعالى اراد ان ده يدخل الجنه وده يدخلش الجنه. يبقى كوسه برضه؟ كوسه سميها كوسه. ايه يعني كوسه؟ كوسه احنا عايزين برضو نستفيد بيها. ايوه يا سيدي. يا ابني في الاخره عدل ربك سبحانه وتعالى. خلاص في الدنيا لان ده التكليف، اللي يصل بغير كفاءه لمكان لا يستحقه يبقى دي من علامات القيامه، اذا وسب الامر الى غير اهلي فانتظر الساعه. دي تكليف ثاني، احنا بنتكلم على حاجه ثانيه. انت بتتكلم في حته واحنا بنتكلم في حته، انا بنتكلم في فعل الله في العباد. فعل الله في العباد اصطفى منهم من شاء. ده ربك سبحانه وتعالى عند خلق الخلق قبض قبضه دي للنار وقبض قبضه دي للجنه وخلاص. لا يسال عما يفعل وهم يسالون. ولعلمك ان الناس كلهم في الدنيا يدوروا بين خصلتين، خصله الخذلان وخصله التوفيق. اللي كان من قبضه اهل الجنه تلاقيه موفق لعمل اهل الجنه، واللي كان من قبضه اهل النار تلاقيه مخذول. والله لو جبت له مين يوعظه؟ لو جبت له النبي يوعظه صلى الله عليه وسلم، او ما هو وعظ ابو لهب استفاد ما استفادش. واخد بالك؟ وشافوه الكفار ما استفادوش، لان سبقت عليهم خصله الخذلان الاولى وهي انه من اهل النار. لا يسال عما يفعل وهم يسالون. لكن الله سبحانه وتعالى مع هذا كله جعل للتوفيق وسائط اسباب. كوسه سميها اللي بتسميها بقى. واخد بالك؟ مسوغات سميها، يقول لك مسوغات التعيين. يعني الاسباب التي تجعلك معين في هذا المكان، جعل هذه المسوغات عشان تكون الامور معقوله. بس لكنه في الاخر لا يسال عما يفعل وهم يسالون سبحانه. فالناس كلهم بيدوروا بين خصلتي الخذلان والتوفيق، بس الموفق ماشي مع اهل التوفيق. فاذا نظرت للحقيقه تجد ان المسير هو الله، واذا نظرت للشريعه تجد ان الناس مكلفون. ويجب ان تنظر بالمنظارين معا. فاذا وفقت بالشريعه لا تنظر الى تكليفك وفعلك، ولكن انظر الى توفيق الله فتحمده فتقول لا حول ولا قوه الا بالله. فلا حول ولا قوه الا بالله حقيقه. واقم الصلاه شريعه. فهمت ازاي؟ اللي يقف على لا حول ولا قوه الا بالله بس مش هيقوم يصلي. يقول لك ما هو لو ربنا اراد كان هيقوينا وما صلي. حقيقة الكلام ده حقيقة، لكنه أنكر الوسائط. يقول له إن الزنديق، أنت بتقول حقيقة بس زنديق. ليه زنديق يا مجرم؟ عشان أنكرت الشرائع. والتاني اللي بيصلي على طول ليل نهار ويقول أنا هدخل بصلاتي، نقول له أنت معتمد على عملك فحبط عملك. أنت أونصاري هتروح في داهية برضه. فلا ده عاجبنا ولا ده عاجبنا، أمال مين اللي يعجبنا؟ اللي يعجبنا هو المتحقق المتشرع.
فهمت ازاي بقى؟ وعشان كده قال لك من تحقق ولم يتشرع فقد تزندق، يعني انكر الشرائع والوصايا. فهمت ازاي؟ ومن تشرع ولم يتحقق فقد تفسق. فهمت ازاي؟ لانه ما توكلش على الله، توكل على عمل. وعلشان كده في ناس تحققت ونسب الى الصوفيه فانكروا الشرائع، فالناس اعترضوا على الصوفيه لان في مخهم النوعيه دي، اللي هو يقول لك رفع عني التكليف وانا ما اصليش ومش عارف اسمع الاذان، لان الناس متصوره ان هم دول المتصوفه. ابدا، دول ناس زنادقه، المتصوفه نفسهم يبرأوا منهم، لكن هم سموا نفسهم كده، قالوا احنا متصوفين، يقولوا قالوا على نفسهم القلوب، لكن مش هم دول المتصوفه. خدت بالك ازاي؟ المتصوفه هم المتحققين المتشرعين اللي هم ماشيين على ملة النبي وطريقته وسنته صلى الله عليه واله وسلم، فكان هو امام المتحققين وسيد المتشرعين صلى الله عليه واله وسلم، هو الانسان الكامل الذي نظر الى الحقائق بمنظارين، منظار الخلق المكلف وبنظار الحق الفاعل في الاشياء المختار سبحانه وتعالى، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن نظر الى اختيار الله اولا قال بان الانسان مجبور، ومن نظر الى الشرائع فقط قال ان الانسان مخير مطلقا، والحقيقة انه مخير مجبور، هو ده الوسط. فلا تنظر الى الجبر مطلقا فقط بمنظار واحد فتقول انه مجبور يبقى تنكر الشرائع، ولا تنظر الى الشرائع فقط فتظن انك داخل للجنة بعملك، تكون متوكلا على عملك فتكون مختارا فقط، والحقيقة انك مختار مجبور، مجبور بصفة الخذلان او التوفيق الاولى، واخد بالك ازاي؟ ومختار بصفة تفعل ولا تفعل. ادي المعنى. فاعن ما تضيعش وقتنا، افهمها القطع بسرعة عشان عايزين نخلص. فهنا بيقول لك ايه؟ وعلى آله مصابيح الدجى. ومصابيح ده يعني كأن جعلهم يعني أنوار، يعني هم بقوا مصابيح، مش قال كالمصابيح. ما هو بيقول لك في التشبيه لما يحذف أداة التشبيه ده دليل البلاغة في التشبيه. دليل بلاغة في التشبيه، خدت بالك ده؟ ما هو كان بيقول لك وآله الذين هم كالمصابيح في الدجى. يبقى ده تشبيه برضه حلو، لكن لما اقول مصابيح الدجى كأن هم صاروا بالفعل أنوار في ظلمات الجهل. فكانت الصحابة ما هي إلا أنوار، واستمدت أنوارها من نور الأنوار وسر الأسرار صلى الله عليه وآله وسلم، شمس سماء الأسرار ومركز مدار الجلال صلى الله عليه وآله وسلم. مصابيح الدجى، والدجى اللي هي الظلام، يعني ظلمة الشرك، ظلمة الكفر، ظلمة الجهل، ظلمة الغفلة، ظلمة الشهوة، كل ما يحول بين العبد وبين الله ظلمة، ولو كان في المعنى أو في الحس. وعلى أصحابه، وإحنا قلنا إن الواو هنا الأولى إن نخليها الواو للتخصيص أحسن. وعلى أصحابه مفاتيح الهدى، يبقى جعل الآل مصابيح الدجى وأصحابه مفاتيح الهدى، فجعل الآل إما إذا قلنا الأمة كلها تبقى الأمة ما هي إلا الأنوار في سماء الدنيا، كأن المسلمين هم اللي بينوروا الدنيا. دي حقيقة، لولا وجود المسلمين على الأرض ما ثبتت الأفلاك ولا قامت القيم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول على لسان نبيه، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لا تقوم الساعة ويقال الله الله الله، فدل على أن الذكر هو الذي يثبت الأفلاك ويمنع قيام الساعة. ومن الذاكرين؟ هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هم دول الذاكرين بحق. يبقى كأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما هم إلا الأوتاد الذين يثبت الله بهم الافلاك، واخد بالك؟ لما يقضي الله امره وياتي وقت القيامه تيجي الريح الخفيفه اللي تقبض كل المسلمين، ما يبقاش على الارض مسلم خلاص بقى، فلا يقال الله الله، يقعدوا بقى يتهرجون تهرج الحمر وتقوم القيامه عليه ومع السلامه،
وربنا يمكن ذي السويقتين يروح حدد الكعبة ومكسرها والحجر الاسود يرجع للجنة زي ما كان وانتهينا على كده وصفحة وقلبناها. وبعد كده ربك سبحانه وتعالى يرسل الخلائق مرة اخرى ويبعثهم ويتم الحساب كما هو معلوم. يبقى لو قلنا الآن هم الأمة كلها فهم صبيح الدجل، بالفعل أمة النبي هي الأنوار اللي موجودة في هذه الأكوان الآن للناس، أنوار هداية، ولا تخلو الهداية من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة، ولا يخلو زمان إلا وتجد لله من يقوم بحجته أمام العباد على طول. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فلا بد ان يبين، والبيان من الانوار. ولو قلنا ان اله هم القرابة فيصح ايضا ان يكون قرابة النبي العلماء من قرابة النبي، يكون هم اكثر الناس وارجى الناس علما للمعنى الصحيح، لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وعترتي ال بيتي. خدت بالك؟ لا يسترقان حتى يرضى حولي. ده الحديث الصحيح. لكن الجماعه اياهم يقول لك الروايه الاقل صح، يقول لك تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. عشان ليه بقى؟ عشان عترتي دي بتعمل له ارتكاليا. فطالما عنده ارتكاليا من العتره الشريفه فيروح مرجح الروايه الثانيه وهي اقل في الصحه، وان كان هي بيان وليس في اقل في الصحة، هي بيان في المعنى ان سنة النبي الحقيقية يحملها على كل عصر عترة النبي صلى الله عليه وسلم، فده بيان. العترة للقرابة المنسبين. بس هم ليه بقى الانين من الحكاية دي؟ الانين من الحكاية دي لاسباب سياسية قلناها قبل كده عدة مرات، علشان الاراضي الحجازية كان لازم اللي يحكمها بالشرع الشريف من آل البيت، وهم مش عايزينها تبقى حجازية، عايزين تبقى سعودية. واخد بالك ازاي؟ ادي كل الحكاية. فخدوا المذهب ده لان عجبهم، يفيدهم من الناحية السياسية، وطلعوه وقال لك لا يبقى سنتي، وطبعوا الكتب وعملوا شغلانة كبيرة سياسة. احنا لا داخل لنا ولا طالع لنا. لا دي روايتين، في رواية وعترتي وفي رواية وسنتي. الرواية اللي وعترتي اصح اسنادا، ورواية وسنتي اقل في الاسناد في الصحة، حسنة الاسناد يعني، واحدة صحيحة في الاسناد والتانية حسنة في الاسناد. فهم يجيبوا الرواية حسنة في الاسناد ويكتموا الرواية صحيحة في الاسناد، في حين ان اي حاجة فيها منقبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتكون حسنة في الاسناد يضعفوها. بس بقى لما تجيب اي حاجة فيها منقبة للنبي صلى الله عليه وسلم على طول يقول لك ضعيفه ضعيفه. اول حاجه على لسانك بشر زينا زي تقولش سيدنا، قول محمد عمر بن عبد الله وجلاله الملك اللهم انصره عمر بن، ولو قلت جلاله رسول الله يقول لك مشرك. حاجه غريبه. ايوه طبعا. لكن في هوى، في هوى، الهوى بيحرك، عشان كده هم اهل واهواء. بس احنا عايزين الحقائق. احنا مش بنقول ان اهل النبي معصومين زي ما قالوا الشيعة، ما بنقولش كده. قالوا النبي بشر مكلفون، لكن العلماء منهم لهم فضيلة زائدة، العلماء منهم لهم فضيلة زائدة. وبعدين كل مش عصبية، هي كل امة النبي من آل النبي. سيدنا رسول الله نظر لسلمان الفارسي وقال آل محمد، سلمان منا آل البيت، وقال آل محمد كل تقي، وقال العربية اللسان، ما قالش العربية النسب، اللسان. فما عندناش العصبية بتاع الجاهلية دي، بل بالعكس. أي بوش ده لو اتعلم اللغة العربية وأسلم وبقى راجل علمة كده، هنقعده على الكرسي ده ونقعد نربع قدامه نتعلم، ما يضرش. فبس يتعلم، واخد بالك؟ ما يضرش. يعني ما عندناش عصبيه، مش هنقول له ده انت اصلك كنت مش عارف ايه، ما فيش اصلك ولا فصل، طالما اتعلم. وعلى مر العصور سيدنا نافع اللي هو القارئ المشهور ده من الحبشه، حبشي اسمر، سيدنا بلال حبشي، سيدنا صهيب رومي، واخد بالك ازاي؟ ها
سيدنا الامام البخاري من بخارى، الامام مسلم قشيري من نيسابور، وهكذا. يعني على مر العصور عمر المسلمين تعصبوا لنسب ولا الجنس. تعلم مسلم وتعلم العربية على عيننا وعلى رأسنا، استاذنا ونقبل ايده ونشيل نعله على كتفنا وعلى رأسنا، واخد بالك، ده احتراما للعلماء. بس هي الحكاية سهلة. الله وسنتي. وسنتي ده هو ده اللي بنلاقيه مثلا في كتب الحديث مثلا. ايوه، ما هو كتب الحديث دي مين اللي هيفهمها لك؟ لا قصدي نقد وعظاتي، اين ورد هذا النقد؟ ده في الكتب الست. انت قرات الكتب الست؟ طبعا ورد في الكتب الست. يعني ورد في الكتب الست. امال ايه يعني؟ وانا جاي انصب عليك. بس هو مش مشهور، علشان هم عملوا مؤامرة على مدى 50 سنة اللي فاتت. الروايات اللي زي دي اللي هي حتضايقهم، هو عندك الروايات اللي كل الناس حافظاها ايه؟ يا فاطمة اعملي ما شئت اني لو اغني عنك من الله شيء. ليه؟ عشان بتبين ان النبي مش هيفيدنا، ففرحانين بالرواية دي قوي، يقولوها على كل منبر وفي كل خطبة جمعة لحسن الناس تنساها. لكن ما يقولش كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة الا سبب ونسب. طب ليه ما بيقولش دي؟ طب ما دي قال ودي قال. نشروا الكلام اللي فيه انتقاد للنبي، وما نشروش الكلام اللي فيه خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الاشهاد. وعشان كده تجد الشباب اللي هو يتعود يسمع خطب الجمعة والكلام ده ويحضر الدروس، يجي يسمع الكلام ده اللي هو كلام معروف يسمعه اول مرة يوم يعترض عليه، مع انه هو ده اللي معروف، هو ده الاصل. هو بيعترض عليه مسكين برضه، لانه هو مش مشهور، لا بيتقال في التلفزيون ولا في اذاعة القرآن الا نادرا، وفي المنابر هم بقى مصوتين في المنابر طول النهار، يقعدوا يصوتوا عليها، واخد بالك ازاي، ويتكلموا ويقولوا لك الكلام ده يجعروا بس. لكن هتعمل ايه؟ طيب امال تعمل ايه؟ امال ايه يا فاطمة اعملي ما شئت ان لو منك من الله شيئا، يعني ايه؟ ما بيقولوش يعني ايه. الحديث ده كان بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه آية وأنذر عشيرتك الأقربين، لكان ما كان بيدعوهم للإسلام لسه، ده كان بيدعو السيدة فاطمة تدخل للإسلام، وصفية عمته تدخل للإسلام، وأهله يدخلوا في الإسلام. فده كان في الأول خالص، يعني هو لا يغني عنهم من الله شيئا لو لم يسلموا، فإن أسلموا يفادهم بقى. فإذا أسلموا يبقى كل سبب ونسب ينقطع وقامل لسبب ونسب. واضح؟ طب وإحنا مسلمين أهو، يبقى حننتفع بنسب النبي ولا ننتفع؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحق ما بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. واخد بالك ازاي؟ هتروح فين في الآية دي؟ لكن الثاني يقول لك إيه؟ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ. فهمت صح؟ يجاب لك على طول كده ويكلمك بالقرآن والسنة المصيبة بتاعتهم، وهم لا يتجاوز تراقيب. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. دي في الكفار، الآية دي نازلة في الكفار. إنما والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، دي نازلة في المؤمنين. فالمؤمن ينتفع بنسبه، والكافر لا ينتفع بنسبه للمؤمن. فشفت بقى ازاي يلبسوا الحق بالباطل؟ شفت؟ طب يقول لك الايه دي في خطبه الجمعه قدام المسلمين، تقول فلا انساب بينهم، دي البوش، قول فلا انساب بينهم دي لليهود. روح كده في الكنيسه والكاتدرائيه وقول لهم فلا انساب بينهم يومئذ، ان حتى لو انتوا قرايبنا ومن اهل مصر يا جماعه، واحنا بنقول ان احنا مصريين واجدادنا واحد، مش هنسيبكم نسبنا يا جماعه في الاخره الا اذا تسلموا. يا عم قل لا اله الا الله واني رسول الله، كلمه اشهد لك بها عند الله، صح ولا لا؟ يبقى هي مش عايز منه الا الكلمه، مش عايز منه عمل، الكلمه بس، وينتفع ساعتها، صح ولا لا؟ وبالرغم من كده انه انتفع برضه، لطيف، انتفع. اقل الناس عذابا يوم القيامة، قيل سيدنا ابو طالب، خدت بالك؟ اذا كان ابو لهب نفسه انتفع بفرحه بولادة النبي وهو مات على الكفر، انتفع بولادة انه فرح لما اتولد النبي، فايه فاعتق سويد
فكل يوم اثنين في النار ربنا يدل ريقه بنقطة مية بس عشان فرح بالنبي. فما بالك بقى باللي فرحان بالنبي ومؤمن بيه طول عمره؟ يبقى ايه بقى؟ احنا الحمد لله نشهد الله اننا فرحانين بيه ومؤمنين بيه ان شاء الله، ونسأل الله ان يمتنا على ذلك. يبقى الانسان ينتفع بنسبه للنبي اهو بالادلة. هم يقولك لا، خدت بالك ازاي؟ شفت بقى عملوا فينا ايه؟ لا ما هو صح، ما هو اللفظ عام في كل اهل الشرك عام، احنا بنتكلم بخصوص السبب. يعني ايه؟ يعني مش بمشركي مكة، ادي معنى التخصيص. ده هم اصلا جهله بالاصول. هنا احنا بنقول ده الايه دي عامه لكل مشركي اهل عصر وكل الكفار، لان الكفر من الليل والنهار متعدده، واخد بالك ازاي؟ فالايه دي تتعلق بكل من ليس مسلم، خدت بالك؟ مش باهل مكه بس اللي كانوا معاصرين للنبي. لو قلنا باهل مكه المعاصرين للنبي يقول لنا كده، لكن احنا ما بنقولش كده، خدت بالك؟ ايوه. ظلموا انفسهم جاءوك، ده قالوا خاصه بحال حياته، قالوا دي خاصه بحال حياته. ما هو ما قالوش ده، اول من قال هذا ولم يقل احد سواه على مر العصور الى ابن تيميه، وهم كرروا كلامه بس. فهمت ازاي؟ يعني تعددت الالسنه بعد ابن تيميه، هو اول لسان قالها وهم مقلدين لابن تيميه في المساله دي. وابن تيميه الوحيد اللي قال ان ايه ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما، خاصة بحال حياة النبي فقط، أما بعد وفاته فلا. الوحيد اللي قال كده، ولكن معلوم أن الشرط، واخد بالك إزاي؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، أسلوب الشرط يعم عند الأصول كده، مش من ضمن أساليب العموم. إيه؟ الشرط. اقرأ في كتاب العموم باب العموم في الأصول، هيقول لك من ضمن أساليب العموم الشرط. ما هم ما بيدرسوش في الاصول، ما درسوش اصول فعلا، وهم قالوا عليها طاغوت. تصدق والله سمعت منهم ناس يقولوا على علم الاصول طاغوت. اه طاغوت، لانه ما انزل الله به من سلطان، يقولوا كده حاجات غريبه. لكن على اي حال اللي بيقولوا كده منهم قالوا قوي في الزمن بتاعنا ده، الحمد لله قالوا، والوقت ابتدوا يدرسوا بعض الاصول في 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 كلياتهم. يعني النعره دي ابتدت تاخد شويه بشويه ان شاء الله. ايوه. عن ايه؟ اتكلم الناس على اتكلم الانسان على نفسه على نفسه قبل العمل. يبقى غلطان طبعا. ما يتكلش على الناس، لانه تقصيره قد يؤدي به الى سوء الخاتمه. مش احنا بنقول ان المعاصي بريد الكفر؟ يعني مش يسوق فيها هو ويقول لك انا اصلي منسب، واخد بالك ازاي؟ لا غلط. ما احنا قلنا اللي هيعتمد يبقى معتمد على نسب، واحنا عايزين نعتمد على الله. اذا كنت انت ممنوع تعتمد على عملك، تقوم تعتمد على نسبك؟ اربعه في امتي من الجاهليه، الحديث في صحيح مسلم، منهم ايه؟ التفاخر بالانساب. فهمت؟ دي جاهلية. احنا مش بنقول، لكن احنا بنتكلم على حاجة تانية، وجهة نظر اخرى. لما يبقى واحد منسب وعامل وصالح، واخد بالك ازاي؟ يبقى ده اولى بالاتباع من غيره. فهمت ازاي؟ لانه في ترجيحين، صلاحه ونسبه. لكن النسب لوحده ما يجعلش امام لنا في الاخر في الدنيا، ولكن قد يكون لو مات على التوحيد ينفعه في الآخرة، بدليل الآية والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، والإيمان هو وقر في القلب. فهمت ازاي؟ وعلشان كده لا يخلد في النار أحد مؤمن، فهيبقى برضه مصيره للجنة طالما مات على الإيمان حتى ولو كان مقصرا. فهمت المسألة؟ بس مش معنى كده أن نقول له استمر في تقصيرك، لا، لكن نخشى عليه من سوء العاقبة، لان المعاصي بريد الكفر. لكن احنا بنتكلم كلام تنظيري بحت نظري، يعني مش عمل.
دي في الكفار. ما قلت انت عشان تفهم القرآن لازم تشوف السياق، الآية جاية في السياق ايه، فاذا كانت الآية جاية في سياق الكفار تبقى الكلام في الكفار. هو سيدنا زين العابدين كان مولود ساعة الآية دي ما نزلت؟ ايوه، لان سيدنا علي زين العابدين خايف ما يموتش على الاسلام، لا يأمن مكر الله. انت تقدر تحلف انك هتموت على الاسلام؟ طيب سيدنا علي زين العابدين استدل بها في معرض الخوف من سوء الخاتمة. احنا بنتكلم مسألة نظرية بحتة، ان هو مات على الاسلام، فهمت ازاي؟ وهو مقصر في الاعمال، هل ينفعه نسبه في الاخرة؟ نقول اه ينفعه نسبه، بس بشرط يموت على الاسلام. سيدنا علي بن العابدين خايف ما يموتش على الاسلام فبيبكي، فاستدل بها، فهمت؟ بس ها الظلموا انفسهم اللي هو الشرط. الشرط، الشرط اسلوب الشرط، واخد بالك؟ النفي في اسلوب الشرط. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يبقى ده دليل على العموم. نجيب لك القاعدة ممكن نراجعها لك ونبقى، لكن على اي حال لا، الاسلوب الشرط نفسه ما يصل، لو دي فيها امتناع الامتناع ففيها شميمة النفس، واخد بالك؟ لكن على اي حال جميع تفسير العلماء بغض النظر عن القاعدة الاصولية ان الاية دي محكمة ليوم الايام. ايوه، اصل ابن تيمية نشأ في عصر معين كان امامه ناس كتير متعلقة بالمقبورين من اهل البيت، وكانوا الروافد اقوية جدا، الروافد اللي هم بيقولوا ان اهل البيت معصومين، وكان مذهبهم قوي في عصره، فاراد ابن تيمية ان يرد عليهم بالنقيض، واخد بالك ازاي؟ فكان متأثر بسبب عصره بوجود الروافد، وعلى شكلها كتابه منهاج السنة كان بيرد فيه على الرافضة، فكان عايز يغزهم، فهمت ازاي؟ فيروح يقول لهم بقى كلام يعني ما يلقش، لدرجة انه عاد في سيدنا علي وقال لهم ده كانت خلافته شؤم، في منهاج السنة بتاعه، لانه كان بيرد فيه على مين؟ على الروافد. فهو تأثر لما رد على الروافد اللي هم متعلقين بآل البيت تعلق زائد، وقالوا انهم معصومين، حب ان هو يسلب منهم حتة ان هم معصومين دي، بس غالى شوية، فيقوم ايه بقى يعيب في آل البيت، فهمت ازاي؟ وعايز يجيب جميع الروايات اللي تدل على ان هم زي سائر الامة، فهمت ازاي؟ فابرزها. لكن الوقت ما بقاش فيه روافض، فاصبح فقه ابن تيمية كله ده كان فقه عصره مش فقه كل عصر. هم عايزين يخلوه فقه كل عصر، طب ما مفيش روافض يا جماعة، ومحدش في اهل السنة اللي بيحب اهل البيت بيقول انهم معصومين، يبقى مفيش داعي ان انا اقعد ابالغ، لدرجة ان هو فضل السيدة عائشة على السيدة خديجة في منهاج السنة، ابن تيمية نفسه، واخد بالك ازاي؟ وعكس السيدة فاطمة، لا، فضل السيدة عائشة زوجة النبي على السيدة خديجة زوجة النبي، فهمت ازاي؟ وقال انها الناس انتفعوا بها اكثر وطال بها العمر، وانها كانت اكمل ايمانا، واخد بالك؟ لانها السيدة عائشة لما ماتت ما كانش كل شرائع الدين اكتملت، فلم تتعبد بكل شرائع الدين، فكان ايمانها اقل، والايمان يزيد بالعمل. كل دي ادلتها، كل ده عشان يعمل ايه؟ يغيظ الروافض، لان الروافض زعلانين من السيدة عائشة. فيبقى فقه ابن تيمية ده كله كان فقه عصره بس، متأثر بحالة سياسية كان عايش فيها، وبنشأة سياسية عاش فيها، وابتدى هو يحاربها بكافة الطرق والوسائل بقى، للمشروع وغير المشروع، فهمت ازاي؟ ادي كل الحكاية. لما ماتوا الروافض خلاص مفيش داعي ان انا احيي بقى منهاج السنه واقول هو ده الحق اللي عليه الامه، لا، مش هو ده الحق، ده كان فقه رجل بيرد فيه على معترض له. ادي المساله. مالناش دعوه بيهم، هم مش داخلين بلادنا ولا ليهم تاثير في بلادنا،
قاعد انا اقول الناس ده بحي سيدنا الحسين ليه؟ هو احنا عندي روافض في مصر هنا؟ لا، هم بيقولوا على اهل مصر مشركين. طب ما هو اهل مصر بحالها ما فيهاش روافض، اسمعنا بتقول علينا مشركين؟ لان هم انعكس عندهم ان فقه ابن تيمية ده كله لازم يبقى فقه كل عصر، وهو مش فقه كل عصر. يمكن ابن تيمية بريء عند الله، كان عنده المسوغ بيقول يا رب دول ناس انحازوا زيادة فانا عايز اردهم بس، واخد بالك ازاي؟ وهم ما يبقاش بريئان عند الله لان ما عندهمش المسوغ بتاع ابن تيمية نفسه، فهمت ازاي؟ ادي كل الحكاية، لان انت عارف ان الفتوى متعلقة باهل عصرها وباهل زمانها وكانت تختلف، فربما كان هو الكلام ده كله بيتخذ ذريعة انه بيحارب الروافض في عصر، بس مش معنى كده يبقى ده فقه كل عصر. احنا مش معاه في الاسلوب ده، يعني الامام الشافعي كان في عصره روافض لكن ما عرفش في آل البيت، كان برضو متزن وقال اذا كان حب آل محمد رفضا فليشهد الثقلين اني رافض، كان عنده وزنة. لكن افرض ان هو الثاني ما كانش عنده الوزنة دي، واخد بالك، وانه اتغاظ قوي من الروافض لدرجة انه هو اضطر ان يحاربهم بنقيض افكارهم، يبقى يمكن عنده مسوغ عند الله، يمكن ربنا يغفر له عشان المسوغ ده، لكن ما نتخذوش ذريعه ان ده نعلمه للناس ان دي عقيده اهل السنه، دي مش عقيده اهل السنه، ده رد محاور يحاور معترض. في المحاوره والاعتراض لك انك انت تجاري الخصم، ولك انك انت تجيب تقلب الخصم على عقبه وتجيب عكس نقيض ما يقول حتى ولو لم يكن معتقد، فهمت ازاي؟ علشان تلزمه الحجة. ايوه علشان تلزمه الحجة. فربما ابن تيمية فعل ذلك في كتاب منهاج السنة، ان هو كان يقلب خصمه على عقبه ويجيب نقيض معتقده وهو ليس بمعتقد، فهمت؟ ربما ذلك، ويبقى هو كده بريء عند الله. واحنا نحب نبرئ العلماء على فكرة، ما نحبش اننا نوع نشتمه، لكن احنا بنقول ان خلاص موضوع الروافض انقضى وما بقاش فيه المسألة دي، فما فيش داعي اننا نعتبر ان هو ده منهج اهل السنة وهو ده ابدا. احنا عندنا السيدة خديجة هي افضل من السيدة عائشة، واخد بالك، وفي كل خير، السيدة عائشة على عيننا وعلى راسنا ام المؤمنين، امنا، لكن احنا بنتكلم في ادلة واضحة. وبعدين يجيب لك سيدنا علي يعيب فيه، ويعيب في سيدنا علي زين العابدين، ويعيب في آل البيت، كل ده قاعد يعيب فيهم ليه؟ قال علشان يغيظ الروافض. لا، ما ينفعش. هو احنا دلوقتي عشان نغيظ النصارى اقعد اعيب في سيدنا عيسى؟ ما ينفعش. طب اغيظ اليهود اروح اعيب في سيدنا موسى؟ ما ينفعش. وبعدين اعادي الاولياء علشان هم استعانوا بالاولياء استعانه مكفره، او من عادي الاولياء؟ لا، ما عاديش الاولياء، من عاد لي وليا فقد اذنته بالحق. انا احب الاولياء وافهم الناس الطريقه الصح، بس فهمت ازاي؟ ادي المساله، يعني لازم الانسان يكون موزون. وعلى اصحابه مفاتيح الهدى، اصحابه الصح عشر خمس دقائق ما عرفناش نخلصها، اصحابه الصح اللي هم كل صحابي هو الذي التقى بالنبي حال حياتهما مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك، يبقى ثبتت له الصحبة. وعشان كده سيدنا عيسى بن مريم يعتبر من الصحابة، لانه التقى بالنبي حال حياتهما في الاسراء والمعراج فثبتت له الصحبة، يبقى سيدنا عيسى بن مريم صحابي من صحابة النبي، وذكره العلماء في اسماء الصحابة سيدنا عيسى ابن مريم. لا، الانبياء كانوا في حال حياة برزخي مش حال حياتهم الدنيوية، لكن سيدنا عيسى في حال حياته الدنيوية لانه لسه ما ماتش. سيدنا عيسى رفع، سيدنا عيسى هيموت لسه في الاخر بعد ما يقتل الدجال، وبعدين يتزوج، وبعدين هيدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يبقى سيدنا عيسى ما زال في حال حياته الدنيوية، خدت بالك ازاي؟ فيبقى ثبتت له الصح. ايوه. كنت انت الرقيب علي، توفى الوفاه الاخيره او الوفاه الاولى، اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك، اي موفيك حسابك،
والله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وعلشان كده توفاه يعني رفعه اليه نائما حتى لا يقاسي شدة المسافة، لانه هيرتفع السماء، فهمت ازاي؟ فهتبقى صعبة على جسده تحمل هذا اذا كان متيقن. فرفعه اليه نائما النوم الصغر، ادي معنى متوفيك، اي موفيك اجرك او متوفيك الوفاة الصغرى حين رفعك اليه، لانه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وسيدنا عيسى ابن مريم حي، واخد بالك؟ فلازم نؤول الآية بما هو معلوم، مش نقول زي سيدي الشيخ شلتوت قال انه هو مات خلاص وانكر نزوله في اخر الزمان، كمان الشيخ شلتوت شيخ الازهر، وبعدين بعد كده ردوا عليه في كتب كثيرة منها عقيدة اهل الاسلام في نزول عيسى عليه السلام، السيد عبد الله مؤلف كتاب كبير كده حلو، والشيخ عبد رب سليمان كان ألف كتاب برضو رد عليه وقال ان مبوط على قفا شلتوت، هو كان يعني قوي ورحمة ايه رد عليه، وبعدين قالوا ان الشيخ شلتوت في اخر ايامه تراجع عن ذلك وتاب وقال ان هي كانت فاتت عليه بس، وانه تراجع ومات على على يعني على ما عليه اهل السنة والجماعة. سيدنا عيسى افضل اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، لانه نبي افضل من ابي بكر. اصله سيدنا عيسى فضل الصحابه بنبوته ورسالته، لكن اذا تمحضت الصحابه بدون اي حاجه ثانيه فيبقى سيدنا ابو بكر افضل. بس ايوه هو الرسالة، لما بنقول افضل الصحابه سيدنا ابو بكر اي الصحابه بس، لكن سيدنا عيسى صحابي مع حاجه ثانيه، مش صحابي بس، ده صحابي ونبي ورسول من اولي العزم. فإذا سيدنا عيسى هو أفضل، فإذا قلنا أفضل الصحابة مطلقا بغير اعتبار الصحبة فقط فإذا سيدنا عيسى الأول، بغير اعتبار الصحبة فقط، لكن باعتبار الصحبة فقط يبقى سيدنا أبو بكر الأول. وفيها خلاف كمان، في بعض علماء أهل السنة قالوا سيدنا عيسى من أهل السنة برضه، وفي ناس من أهل السنة زي الشهاب الخفاجي من أهل السنة وقال السيدة فاطمة، قال لا افضل على بضعه النبي احد ابدا، رايه كده ما يجراش حاجه، يعني الامر انا ارجو امر يعني فيه يعني قابل للمناقشه، يعني مش هيودي في داهيه يعني، ولكن احنا على اي حال عقيدتنا ان سيدنا ابو بكر افضل الصحابه، الى سيدنا عمر ثم سيدنا عثمان ثم سيدنا علي بن ابي طالب ثم باقي العشره المبشرين بالجنه، واخد بالك ازاي؟ وبعدين بعد كده اهل البيعه، وبعدين بيعة الرضوان، وبعدين اهل البدر، وبعدين بعد كده المسلمين قبل الفتح، وبعدين بعد كده باقي الصحابة، وهكذا بالترتيب اللي احنا ماشيين عليه ده، هو ده اعتقادنا الحمد لله. لكن على اي حال ان الامر فيه ساعة يعني فيه مناقشات كده، وعلى اصحابي ده السيد عبد الله الصديق الروماني، كتاب قيم لانه فيه مباحث فقهيه جميله، يعني جايب اصول قواعد اصوليه في الرد عليه كثيره، فهتلاقي نفسك بتستفيد بقواعد اصوليه كثيره. مطبوع في مكتبه القاهره يعني الصناديقيه. في نزول عيسى عليه السلام. وعلى اصحابه مفاتيح الهدى وسلم تسليما كثيرا، بعد ان وصلى الله عليه وسلم قال وسلم، ليه؟ للخروج من كراهتي ان تصلي بدون تسليم. لأن الله سبحانه وتعالى قال صلوا علي وسلموا تسليما، أن تجمع الصلاة والتسليم. فاللي يصلي على النبي بغير تسليم قالوا إنها صيغة مكروهة، ليه؟ لعدم وجود التسليم فيه. أما في الصلاة في التشهد فقد سبق التسليم في النصف الأول. قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وبعدين بتصلي وتقول بارك. خدت بالك؟ فما تستدلش بصيغه التشهد النصف الاخير ان ما فيهوش تسليم، يبقى كده، لان الصحابه نفسهم قالوا علمنا كيف نسلم عليك يا رسول الله فعلمنا كيف نصلي، يبقى كانوا علموا السلام. وفي روايه قال لهم قولوا كذا والسلام كما قد علمت، والسلام كما قد علمت. وسلم تسليما كثيرا، هذه رساله كتبها الفقير الى الله تعالى عبد الكريم بن هوازن القشيري الى جماعة الصوفية ببلدان الاسلام في سنة 37 و400. اما بعد نكمل ان شاء الله يوم السبت القادم.
الحمد لله وصلنا الان ما بعد. ربنا يكرم. الحمد لله. طول العمر يبلغ الامل ان شاء الله. في سؤال ده؟ ايوه. واحد كان بيستأذن. الله يخليك.